الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل معاكم النهارده صينية مكرونة بشاميل. طبعا طلعت روعة روعة روعة، وتسلم ايادي. هنعمل ايه بقى؟ طبعا دي وأول ما حطيت الجبنة الموزاريلا لسه هحمرها شوية. جيت على المكرونة سلقتها، جبت كيس ونص السباكيتي وسلقته، حطيت فيه نقطة ملح، وجيت جبت نص كيلو لحمة مفرومة، وبدأت ايه اسيبها لان كانت متلجة بصراحة لسه محلتش، وانا محتاجة ان انا اعملها. جبت عليها ايه والمكرونة سلقتها اهو، وسبت اللحمة تدوب شوية، وبعدين عملت بصلة في الكبة، وقمت ايه منزلها. ودي طبعا الدقيق اللي هو البشاميل هبدأ اعمله. حطيت 3 مكعبات زي بما يعادل معلقة، 3 معالق سمنة عليهم 4 معالق دقيق، وبدأت اقلب كده. المفروض كنت انتظر، بس ما خدتش بالي ان انا لسه الزبدة مسحتش. صاحبتي بقى بدأت تنزل الدقيق. هنعمل ايه بقى؟ هنضطر الاسفين بقى نظبط المسألة. بدأت احمصه، احمص الدقيق، وبدأت انزل بالحليب، ريت الحليب. طبعا احط ملح وفلفل وكمون ومعلقة مرقة، بس انا الصراحة المرقة ما جاتش وانا بصورها. وبدأت ايه اقلب كده كويس لغاية ما مسكت. طبعا انا بصراحة لقيتها كلكعت، قمت عاملاها في الخلاط شارح دماغي يعني. وهنا برضو حطيت بتاعي البصلة، بس مش عارفة صورتها ولا لأ، بس حطيت البصلة وبدأت أسيبها. حطيت عليها توابلها بقى، هجيب توابلها كده وأحطها عليها، ملح وفلفل وكمون بس اللي حطيته. وسبتها بقى ايه تاخد راحتها في السوا عشان تستوي براحتها لغاية ما المية تنشف اللي فيها دي. وجيت هنا بقى على المكرونة، جبت المكرونة كده وحط عليها شوية بشاميل اللي أنا عملتهم في الخلاط دول، وهقلب لغاية لما جبت الصينية وحطيت فيها برضو شوية بشاميل في أرضيتها. وهجيب نص المكرونة الاسباكيتي واحطهم، بدأت أستفها كده. جبت اللحمة طبعا كنت سبتها بردت شوية، بدأت أحطها فين في على وش المكرونة، وأحط شوية مكرونة اسمه يوزريلا، وبدأت كده أفردها. وهبدأ أحط الطبقة التانية إن شاء الله من المكرونة. وبعدين كده هفردها وابدا احط ادخلها الفرن تاخد وش، وبعدين احط عليها الموزاريلا عشان الموزاريلا ما تتشعوضش. احمر الاول المكرونه واحط لها شويه بشاميل كده اللي فايض كله، وافرده عليها. وبعدين ادخلها الفرن، ادخلها كده الفرن تاخد لون تتحمر، ده قبل ما احط الميزريلا. دخلتها خدت وش، وبعدين احط الميزريلا. وبعدين ادخلها الفرن بقى تاخد لون التحمير اللي هي القوي يعني، عشان بالهنا والشفا كده. وطلعت جميلة ورهيبة، وما شاء الله ما شاء الله طلعت جميلة جدا. قبل ما اصورها كان ابني اخد قطعة،
ادخلها الفرن اهو، كنت مشغله الفرن من قبل ما طبعا المقايده قبلها، ندخلها الفرن وطلعت ما شاء الله جميلة. مش عاملة ازاي؟